السلام عليكم مشاهدي تلفزيون السمنة الكرام، وحلقة من حلقات كبسولة طبية، وعنوان الحلقة: فاكهة البابايا. تنمو البابايا في الطقس الحار والدول الاستوائية المناخ، وتتميز بمذاقها الحلو ولونها الرائع. تعد غنية بالعناصر الغذائية الهامة ولها الكثير من الفوائد الصحية. تعزيز صحة القلب. تحتوي فاكهة البابايا على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات التي تجعلها فعالة في الوقاية من أمراض القلب، خاصة أن القاعدة الذهبية للحفاظ على صحة القلب هي زيادة منسوب البوتاسيوم في غذائك والتقليل من كمية الصوديوم في المقابل. كما أثبتت دراسة قدرة البابايا على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم الذي يؤثر على صحة القلب. تعزيز صحة الشعر والبشرة. تعد فاكهة البابايا هامة لصحة الشعر، خاصة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ألف، وهو فيتامين هام لتنظيم الإفرازات الدهنية في فروة الرأس والضرورية لصحة ورطوبة الشعر. كما تحتوي فاكهة البابايا على مستويات عالية من فيتامين جيم، والذي يعد ضروري لبناء الكولاجين الهام لصحة البشرة. تعزيز صحة العظام. قد يتسبب انخفاض مستويات فيتامين كاف في الجسم في زيادة فرص التعرض لكسور في العظام، لأن فيتامين كاف أحد الفيتامينات الضرورية لتعزيز امتصاص الكالسيوم والتقليل من إفرازه في البول والهام لصحة العظام. الوقاية من السكري. تبين أن المصابين بمرض السكري من النمط الأول والذين يستهلكون أطعمة غنية بالألياف مثل البابايا، تكون مستويات جلوكوز الدم لديهم أقل عموما من الذين لا يتبعون حمية غنية بالألياف. بالإضافة إلى أن البابايا تساعد مرضى السكري من النمط الأول في السيطرة على مستويات سكر الدم والأنسولين لديهم. أثبتت دراسة قدرة مستخلصات البابايا على التحكم بنسبة السكر في الدم بشكل عام. تحسين الهضم. أثبتت دراسة قدرة البابايا على تحسين الهضم والتخلص من بعض المشاكل الهضمية، وتحتوي فاكهة البابايا على أنزيم يساعد على تحسين الهضم، ومن الممكن استخدامها كذلك في تليين اللحم قبل طهيه. كما وتحتوي البابايا على مستويات عالية من الألياف والماء والتي تساعد في مكافحة الإمساك وتعزيز صحة القناة الهاضمة. الوقاية من السرطان. يساعد تناول الأغذية الغنية بالبيتا كاروتينات مثل البابايا على التقليل من فرص الإصابة بالسرطان، خاصة لدى الأشخاص اليافعين وصغار السن. بينت دراسة أهمية البيتا كاروتين في مكافحة سرطان البروستاتا أيضا. الوقاية من الربو. تقل فرص حدوث الربو عند الأشخاص الذين يتناولون كميات كافية من مواد غذائية معينة مثل البيتا كاروتينات، وهناك أغذية خاصة تتميز بأنها غنية بالبيتا كاروتينات مثل البابايا، المشمش، البروكلي، الشمام، القرع والجزر. محاربة الالتهابات والعدوى. تعد الالتهابات المزمنة أساس العديد من الأمراض، وقد تساهم الأغذية غير الصحية في تسريع المرض والالتهابات. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل البابايا تساهم في التقليل من حدوث الالتهابات ومكافحتها ومنع حدوثها. كما تساعد البابايا بشكل خاص في مكافحة ديدان الأمعاء وقتلها، ما يقلل من فرص حصول المضاعفات الصحية المرتبطة بها. خسارة الوزن الزائد. تعد البابايا خيارا جيدا للأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن الزائد، خاصة عند تناولها في أوقات منتصف النهار أو مساء كنوع من الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية الكبيرة. تسكين ألم الأسنان. من الممكن استخدام معجون مصنوع من فاكهة البابايا الطازجة وفركه على منطقة الألم في اللثة والأسنان، وذلك كفيل بالتخفيف من الألم الحاصل. علاج حب الشباب. تستعمل بعض المواد المستخلصة من فاكهة البابايا في علاج المناطق المصابة باء حب الشباب من البشرة، ومن الممكن تطبيق قشور البابايا الطازجة على المناطق المصابة باء حب الشباب مباشرة كماسك علاجي. كما أن تناول البابايا ضمن حمية غذائية صحية ومتوازنة يساهم في علاج
حب الشباب ومكافحته بفاعلية. تنظيم الدورة الشهرية: من الممكن أن يساهم عصير البابايا الطبيعي في تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء، خاصة عصير البابايا الخضراء التي لم تنضج بعد. كما أن البابايا تخفض حرارة الجسم، ما يجعلها عاملا مساعدا عموما في تنظيم إنتاج هرمونات الجسم لدى النساء، خاصة الأستروجين، الذي قد يخل فرط الحرارة في الجسم بإنتاجه، مما يؤثر سلبا على انتظام الدورة الشهرية. لكن ما هي مخاطر ومحاذير تناول فاكهة البابايا؟ بالرغم من فوائد فاكهة البابايا، إلا أن هناك بعض المحاذير الواجب مراعاتها نذكرها فيما يأتي. تعد البابايا فاكهة حارة، أي أنها تؤثر على حرارة الجسم وهرموناته وتحدث تقلصات في الرحم، لذا يفضل تجنبها تماما خلال الحمل، فقد تسبب الإجهاض. تسبب تهيج حاد في الأمعاء خاصة عند تناول كميات كبيرة من البابايا أو تناول البابايا غير المتمثل بالمغص والإسهال. تسبب فاكهة البابايا الحساسية لدى بعض الأشخاص. يمكن أن يسبب تناول البذور الدقيقة الموجودة داخل ثمار البابايا إلى حدوث التسمم، ومن الممكن أن يؤدي إلى الشلل. تتداخل البابايا مع بعض الأدوية الخافضة للسكر في الدم، لذلك استشر طبيبك قبل تناول البابايا إذا كنت مصابا بمرض السكري. مع تحيات تلفزيون السمنة وتحياتي دكتور عاطف أحمد.